كيف ستقلب وفاة الملكة إليزابيث وجه المملكة البريطانية رأسا على عقب، من الطوابع إلى النقود إلى علب الطعام حتى تغييرات جذرية ستعم المملكة، كل شيء سيتغير تقريبا. تابعوا معنا. الملكة إليزابيث ليست مجرد وجه عادي، فوجه الملكة موجود على كل العملات المعدنية، وتوقيعها موجود على كل الطوابع والمعاملات الورقية وجوازات السفر، بل حتى علب الكاتشب وحبوب الفطور، وكل هذا مصيره إلى التغيير مع وجود ملك جديد. إذن كيف سيتغير كل ذلك بين يوم وليلة، أو على الأحرى متى سيتغير كل ذلك تحديدا؟ وهل سيحل وجه الملك تشارلز الطاعن في السن هو الآخر محل وجه ملكة بريطانيا الراحلة؟ إذن كما أخبرناكم، فإن جميع العملات المعدنية المتداولة في المملكة المتحدة والبالغ عددها 29 مليار عليها وجه الملكة، ومن المفترض أن تتم عملية استبدال العملات المعدنية التي تحمل وجه الملكة بأخرى تحمل وجه الملك تشارلز الثالث، ولكن بشكل تدريجي. ومع أن دار سك العملة الملكية لم تذكر أي شيء عن كيفية أو ميعاد إصدار العملات المعدنية التي ستحمل وجه الملك عليها، إلا أنه طبقا للعرف السائد في المملكة، فمن المتوقع أن يتم استبدال كل تلك العملات في وقت ما، مع بقاء بعضها قيد التداول لفترة من الوقت، حيث لا يمكن استبدالها كلها دفعة واحدة. وهذا يعني أن هناك ما قيمته حوالي 4 مليارات و500 مليون ورقة نقدية فردية من بنك إنجلترا تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار جنيه استرليني، سيتم استبدالها في وقت ما قريبا بعملات تحمل وجه الملك الجديد. والطوابع حالها حال العملات النقدية، فمنذ عام 1967 ظهرت جميع الطوابع الصادرة عن البريد الملكي وعليها صورة جانبية لوجه الملكة إليزابيث. وبالتأكيد لن توقف هيئة البريد البريطاني التعامل بتلك الطوابع مرة واحدة، لكنها ستبدأ بإيقاف إنتاجها تدريجيا مع بقاء التعامل بها ساريا، إلى أن يتم إنشاء طوابع جديدة واستبدالها بشكل كلي في النهاية. وهذا معناه استبدال أكثر من 60% من صناديق بريد المملكة المتحدة البالغ عددها 150 ألف صندوق. وقد يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع، نظراً لأن عدد الصناديق الجديدة منخفض للغاية، فقد يحتاج الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نشاهد أحد الصناديق التي تحمل ختم الملك الجديد على الكاتشب وحبوب الفطور والعطور وغيرها من المنتجات التي تحمل الشعار الملكي ومكتوباً بجانبه عبارة بالتعيين لدى صاحبة الجلالة الملكة. كل ذلك سيتغير بالطبع بعد رحيل الملكة، سيكون أمام الشركة عامان فقط للتوقف عن استخدام الشعار الملكي القديم. ستتغير أيضا جميع جوازات السفر البريطانية الصادرة باسم صاحبة الجلالة، وسيتم تحديث الصياغة الموجودة على الغلاف الأمامي لكي تصبح جلالة الملك بدلا من جلالة الملكة، وسيتم تغيير كلمات النشيد الوطني البريطاني والتي تتضمن حفظ الله الملكة لتصبح حفظ الله الملك.